أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم مصر الآن. البرنامج النهاردة بيستضيف الدكتور علاء العناني، نائب مدير مستشفى الثالث من أكتوبر المركزي ومسؤول التخطيط والتطوير بالمستشفى. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور علاء، كنا احنا جانينا لقاء قبل كده مع بعض وكان فيه تحقيق من المستشفى. تمام. ورحنا زورنا حضرتك هناك وعدتنا بال تطوير، وعدتنا ان شاء الله نشوف عينها مركزه جميله، وبعتنا ان شاء الله ان في شغل كتير هتعمل في المستشفى ان شاء الله. نشوف التقرير كده الاول. اتفضل. ماشي دكتور علاء، نرحب بيك الاول مره ثانيه. حضرتك التطوير اللي تم ده اكيد وجدك فيه صعوبات كتير. ما فيش حاجه طبعا يعني بتتم الا في بعض الصعوبات البسيطه، انا بعتبرها بسيطه لان في الحقيقه وقف جنبينا جنود مجهولين كتير ساعدونا في التطوير ده في الحقيقه، والفضل بيرجع لهم في الدعم المعنوي والتجهيزات والانشاءات، وعلى راسهم طبعا المهندس شريف الشربيني رئيس المدينه، رئيس جهاز المدينه. في الحقيقه من الناس النشيطه جدا وعلى طول نشاط وعلى طول معانا في المستشفى، وطلباتكم ايه وكان بتنفذ على طول اي طلبات بنطلبها في الحقيقه، كان دعم لينا. والدكتور محمد منصور وكيل وزاره الصحه في الجيزه في الحقيقه برضو دعم غير عادي من مديري الصحه في الجيزه للمستشفى، بالاضافه الى بعض الجمعيات الخيريه اللي في المجتمع المدني بتاعنا، مجلس امناء مدينه 6 اكتوبر على راسهم المهندس محمود برعي. المهندس محمود برعي بصراحه جمعيه في محبه الرحمن الاستاذه ناديه القرني برضو ليها دور كبير قوي في التطوير اللي موجود في المستشفى، مش في وحده الرعايه بس، لا في وحدات كتيره في المستشفى في الحقيقه. فاحنا بنجد في الحقيقه دعم الدكتور ناديه القرني، الاستاذه ناديه القرني، جمعيه محبه الرحمن، فعلا لهم ادوار بارزه في المستشفى بصراحه، وما بيسيبوش المريض في اي احتياجات، حتى لو احتياجات حتى خارجيه ادويه اي حاجه بنحتاجها في الحقيقه بنجد يد المساعده ممدوده دايما للمريض. لو قلنا دور المهندس شريف الشربيني في تطوير المستشفى، دوره ابتدى ازاي؟ مهندس شريف الشربيني من الشباب الجميل اللي عندنا يعني طموحات ان تبقى حاجه كبيره قوي في مدينه اكتوبر على ايده، لان هو مش تطوير جوه المستشفى ده، عامل ما شاء الله حاجات حلوه قوي في المدينه بصراحه. ولما طلبنا منه ارض اعداد خارجيه في الحقيقه فورا كان مخصص لنا ارض اعداد خارجيه للمستشفى، اي حاجات تخص جوه المستشفى، توضيبات، دهانات، حاجات في الحقيقه كان بيمدلنا ايد المساعده بشكل قوي جدا، بالاضافه الى وجوده معانا دايما في المستشفى. لو قلنا الايد اللي بعد ايد المهندس شريف، عندنا الدكتور محمد منصور وكيل وزاره الصحه في الجيزه في الحقيقه برضو من الشباب الواعد الجميل اللي مد ايده للمستشفى بشكل على طول دائم في زيارات كل صعوبات بنحتاجها. نقدر نقول ان الرئيس عنده حق لما قال ان القيادات تبقى من الشباب. مش حقيقه يعني من الشباب احنا محظوظين بقيادتين دول في المستشفى، المهندس شريف الشربيني والدكتور محمد منصور، قيادات فاهمه وواعيه وحاسه بالاوضاع اللي احنا فيها. المهندس شريف الشربيني بيروح الجهاز الساعه 7:30 الصبح وبيمشي الساعه 11:12 بالليل. بالظبط، احنا على طول عندنا في مرور للمستشفى وطلباتكم ايه، احتياجاتكم ايه، في الحقيقه بيبعت يستدعينا برضو الاجتماعات لاي حاجه محتاجينها، هو بيجي لنا على طول بنفسه ما شاء الله. وبرضه الدكتور محمد منصور كده صاحبنا. طب قلنا الايد اللي بعد الدكتور محمد منصور وبعد المهندس في الحقيقه المهندس محمود برعي ده رئيس مجلس امناء مدينه 6 اكتوبر. انا القلب الطيب ده. ده انا يعني تقريبا يوميا عندنا في المستشفى عمل مجهود جبار بصراحه، يعني مجهود غير عادي في اي اوراق بتتم في اي شيء بنحتاجه في المستشفى، فورا باتصالاته وعلاقاته الكويسه مع الناس بيخلص لنا حاجات كثيره جدا بصراحه. ودوره كان كبير وبارز، انا بعتبره فرد من افراد المستشفى. اكتوبر فيها جمعيات كتير او خيريه في عدد اسابيع يعني. وفيها مؤسسات مدنيه هل كل الناس دي كل الجمعيات دي كان لهم دور معاك ولا هي جمعيات قليله بس اللي ليها دور؟ لا والله في عندنا والكلام ده يمكن قبل حتى نبتدي التطوير ده، وكان جمعيه في محبه الرحمن الاستاذه ناديه قراني
هي ليها لمسات كتير قوي في المستشفى، من وحدات غسيل الكلى اللي موجوده، رعايه الاطفال، ليها لمسات كتير جدا جوه المستشفى، واي حاجه بتحتاجها المستشفى فورا بتوفرها. ليهم حب غير عادي للمريض جوه المستشفى، اي شيء بيتكفلوا فيه بصراحه، ما بنطلبهمش في حاجه. و هل كل الجامعات الخيريه ليها يعني بتقدر تعمل معاك حاجه ولا هي؟ والله انا يعني يمكن الاستاذه ناديه يمكن انا جمعيه، خلي بالك من 100 جمعيه، في اكتر من 100 جمعيه ومؤسسات عمل بدني في مؤسسات كتير ابتدت تساعدنا. في رجال اعمال ما شاء الله، يعني في رجال اعمال بيجي يا جماعه محتاجين ايه، عايزين ايه، طب نساهم في ايه، اصحاب شركات. انت عارف منطقه اكتوبر منطقه صناعيه اساسا وفيها رجال اعمال منطقه المستثمرين عموما وكلها شركات، وهم كمان ده بيصب في صالحهم، لان العماله بتاعت الشركات فين؟ ما بتصب في جوه المستشفى، جوه المستشفى. لا قدر الله في حوادث، في حاجه، اول شيء بيتركوا ليه هو المستشفى العام، مستشفى اكتوبر المركزي. اول حاجه بتطرق في فكر اي حد في اي اصابه، سواء في الطرق سواء في المصانع نفسها، فاحنا بنستقبل كل الناس، فالناس دي حاسه بدورها. يعني مستشفى اكتوبر المركزي، كنت انت المره اللي فاتت قلت لي احنا في اتجاهنا ان هي تبقى مستشفى عام ان شاء الله. احنا ما زلنا يعني ماشيين ورا الخطوه دي؟ احنا ماشيين ورا الخطوه دي، واحنا ابتدينا الحمد لله بتطوير الرعايه المركزه. وحضرتك شفت احنا دلوقتي عملنا حاجه ما شاء الله احنا بنفتخر بيها، ان احنا عاملين رعايه مركزه على الكود العالمي، وليس الكود المصري فقط، لكن الكود العالمي في الرعايات المركزه، من ناحيه التجهيزات والانشاءات اللي موجوده. احنا عندنا 16 سرير رعايه مركزه، 15 للمرضى وغرفه عزل، على اعلى كود عالمي في الرعايه. كده مع بعض نشوف المستشفى المركزي. اتفضل. ونشوف العنايه المركزه وصلنا بيها لايه في المستشفى المركزي. اتفضل يا فندم. اتفضل. رجاله طول عمرك عليها ومش محتاجه ولا. اهلا بيه، بعد ما شفنا التقرير وشفنا المستشفى وصلت لايه والعنايه المركزه لحظاتها وصلت لايه؟ اولا بنشكرك من كل قلبنا يعني من قلوبنا بصراحه. ابدا وجدنا. عايزين نعرف احنا وصلنا ازاي كده؟ ان احنا نوصل للقصه دي خدت مجهود طبعا كبير من رجال اللي شاركونا، جنود المجهول اللي قلت حضرتك عليهم، وما نغفلش دور الدكتور عمرو جمال مدير مستشفى في الحقيقه، من القيادات الجديده اللي جت المستشفى، وليه فكر جميل وفكر متطور، وفي الحقيقه ساعدنا كتير في التطوير ده بافكاره الجديده اللي جايبها، وكان ليه دفعه كويسه لينا، والحمد لله يعني وصلنا للمستوى ده بمجهودات الناس دي كلها، يعني جنود مجهوله كلها. بصراحه حاجات جميله قوي. احنا كمان برضو ضفنا في الرعايه وحده غسيل كلوي، ودي حاجه برضو جوه الرعايه للمريض اللي هو محتاج غسيل كلوي جوه الرعايه، عندنا يعني جهاز غسيل كلوي جوه الرعايه نفسها. وحده غسيل كلوي جوه الرعايه، عندنا اكس راي اشعه متنقله للمريض هو على السرير بتاعه، عندنا برضو جهاز ايكو لموجات صوتيه للقلب، كل ده جوه الرعايه. دي امكانيات دي الامكانيات العاليه اللي ما شاء الله يعني موجوده وبنوفرها، ونطلع بيه بره ونطلع بيه، بنوصل للمستوى ده عشان يبقى في حته انتماء من المريض المسكين الغلبان ده، هو اللي جاي لما يلاقي قاعد في المستوى ده والخدمه اللي متقدمه له وكل حاجه متوفره له جوه المستشفى. كل ده مجاني؟ مجاني، احنا بنتعامل مجاني، نفق الدوله، تامين صحي، دي التعاملات اللي جوه العنايه. المريض بيحس بالمستوى والفرق الكبير اللي موجود ده، وبيعمل له نوع من الانتماء والارتباط ببلدنا. بيحس طبعاً ان فعلا البلد مش سايباه، لما يخش يلاقي المستوى الراقي ده بيضاهي اعلى المستويات مش في مصر، العالمية كمان. تمام. فده بيرفع معنوياته ان هو بيخش يلاقي خدمة كويسة، يلاقي اطباء كويسين، يلاقي كل حاجة متوفرة، حاجة بالمستوى ده بيعمل ارتباط بين المواطن والدولة. دكتور علاج، وانت حضرتك ذكرت لي برضو ان احنا تعتبر مستشفى اكتوبر مركزي هي تاني مستشفى بعد ابو ريش. في وحدة احنا عندنا وحدة غسيل كلوي اطفال، ودي تعتبر تاني وحدة على مستوى مصر للغسيل الكلوي للاطفال، ودي وحدة متميزة برضو، واللي قام بيها برضو جمعية في محبة الرحمن في الحقيقة، ولسه يمكن من حوالي شهر تقريبا قاموا عملية تطوير وتجديد للوحدة دي. هي الوحدة دي بقى لها فترة، وتم التجديد وتطوير الوحدة،
واحنا تعودنا معاهم سنويا بيعملوا احتفال بمناسبه مولد النبي للاطفال، احتمال جميل قوي. بيفرقوا بلالين وهدايا حلوه للاطفال بتوع الوحده، وكلنا بنشترك في المستشفى في الاحتفال ده وبنتواجد فيه لرفع معنويات الاطفال والاسر، لان الاسر برضو تعبانه، مش الطفل بس لا الاسر بتعاني نفسيا ومعنويا من تكون طفل صغير عنده لا قدر الله محتاج غسيل كلوي بمجهود رايح جاي، معنويا بيبقوا متاثرين. دكتور حضرتك وعدتني وقلت لي ان احنا هنعمل عيادات خارجيه على احدث طراز موجود في العالم ان شاء الله، ومعمول لها تخطيط. وصلنا لفين؟ احنا اللي يمكن اللقاء اللي فات احنا قلنا ووعدنا الفتره اللي فاتت دي احنا جالنا فيها فتره وقوف شويه عشان موضوع كورونا اللي حصل ده، واحنا تحولنا لمستشفى حجر صحي في الفتره دي، ودي الفتره دي اللي عملتنا توقف شويه. مظبوط. لكن بعد الفتره دي الحمد لله عدت على خير، والمستشفى نجحت الحمد لله نجاح باهر في استيعاب المرضى كورونا المرضى وتقديم خدمات يعني لعالية المستوى للمريض، سواء داخل المستشفى أو من المتابعة من الخارج، لأن احنا عندنا الكورونا حالات بسيطة متوسطة حالات شديدة الخطورة. تمام. ففي حالات بتيجي بتستقبل الحالة بتعملها الفحص اللازم والفرز والتحاليل والأشعات المطلوبة، لو حالة بسيطة أو متوسطة بتاخد علاج منزلي مع عزل منزلي ومع متابعة في المستشفى، لو حاجه محتاجه شديده الخطوره شويه بتحجز جوه المستشفى. النهارده بقى احنا بنتعامل مع كورونا كده النهارده. ده على وتحركوا الدنيا بعد ثلاث مراحل. بعد انتهاء الفتره اللي فاتت دي ابتدى نعمل عياده متخصصه للكورونا جوه المستشفى. تمام كويس. ودي معزوله عن العيادات الخارجيه الحاليه، بحيث ان هي ليها معمل التحليل خاص بيها، ليها الاشعه، ليها كل القياسات المطلوبة، ليها أطباء الفرد اللي بيحددوا مستوى الإصابة اللي موجود، وبناء عليه إحنا بنتعامل مع الثلاث حالات. الحالة الأولى والثانية اللي هي البسيطة والمتوسطة بتاخد علاج وتعمل متابعة في البيت، وتيجي تعمل متابعة عندنا في المستشفى في أي وقت خلال فترة العزل المنزلي مع التعليمات والإرشادات. لما تبقى تكون حالة شديدة الخطورة شوية محتاجة رعاية حرجة، محتاجة مستشفى متخصصة في الحجر، فبنبتدي نحول على مستشفيات الحجر اللي أقرتها وزارة الصحة، منها مستشفى حماية إمبابة، منها مستشفى الجامعية الخيرية العجوزة، بتحول لها الحالات. بتتواصل مع المستشفيات طبعا بننسق، احنا بننسق لما بتيجي الحاله وتعبانه بننسق يعني بطوارئ الوزاره. يعني ما بنسيبش المريض هو يطلع هو لا 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 لا, 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 لا احنا بنتواصل مع الوزاره ولحد ما بتجي لنا العربيه لحد عندنا بالتنسيق مع وزاره الصحه وطوارئ الوزاره لحد ما تنقل المريض للمستشفى. لغايه ما يوصل المستشفى اللي هو رايح. بالظبط بالظبط ما بنسيبوش لا طبعا. تمام. بالظبط. ده الاسلوب اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. ده اللي احنا بنتعامل معاه. طب مدى خطوره الحالات دلوقتي او مدى عددها؟ والله بص الحالات دلوقتي هديت كتير جدا عن الاول طبعا، بس احنا متوقعين مع انخفاض درجات الحراره الفتره اللي جايه دي، وده يمكن ابتدى عالميا بره بعض الدول بره، بس لسه الامور عندنا ما زالت في مرحله الهدوء، واحنا بنعمل استعداداتنا لاي طارئ تحصل. يعني ان شاء الله احنا مستعدين ان شاء الله مستعدين زي ما استعدينا وعدى الموسم اللي فات على خير. احنا برضو مستعدين وبنجهز نفسينا لاي حاجه تحصل. ده بالنسبه لكورونا. حضرتك المستشفى حاليا بتخدم كام حي وكام مدينه؟ مستشفى اكتوبر المركزي هي المستشفى الحكومي اللي موجود على مستوى اكتوبر كلها، سواء اكتوبر الجديده او حدائق اكتوبر او اكتوبر القديمه، بالإضافة إلى أن المستشفى دي بتستقبل حالات من الواحات، من الفيوم، بعض المحافظات اللي حوالينا، بيجي لنا من القاهرة، وأنا بفاجأ أن مثلا جاي لي مريض من القاهرة، طب أنت عندك جنبك مستشفيات، يقول لك لا في تميز عندنا في بعض الأقسام، فإحنا يعني سمعة مستشفى كويسة في بعض الأقسام، فإحنا حابين نستفيد بالخدمة اللي بتقدمها المستشفى. تمام. ودي حاجه يعني احنا بنعتز بيها يعني طبعا احنا طبعا بنعتز. طبعا المستشفى فيها عيادات خارجيه متنوعه، عندك منطقه صناعيه كبيره. العيادات الخارجيه دي فيها تقريبا كل التخصصات الطبيه من بطنه وجراحه ونساء وتنظيم اسره ورمض وانف واذن، عندنا ما شاء الله كم من العيادات بيقدم خدمات للمريض اللي بيجي بيقطع تذكره بيكشف بياخد علاجه بيعمل تحاليله بيعمل اشعاته وبيروح. لما بيبقى محتاج حاجه جراحه مثلا عندنا غرفه عمليات، ثلاث غرف عمليات ما شاء الله بتؤدي
واجباتها تجاه العمليات الجراحية للمترددين على المستشفى. المستشفى عدد المترددين عليها يوميا بيتراوح بحوالي 2000 مريض يوميا، وده كم كبير جدا. 2000 مريض يوميا؟ لان انت عارف اكتوبر دلوقتي الكثافه فيها وصلت لحوالي 2 مليون نسمه، واخد بال حضرتك، بالاضافه الى دول 2 مليون نسمه دول على اذنك دول الموجودين اللي موجودين فيها. اللي موجودين جوه اكتوبر. انما انت عندك طريق الفيوم وطريق الواحات بالظبط، والطرق دي في الحقيقه طرق خطره طبعا، بتواجه حوادث كتيره، حوادث سيارات. المستشفى بتستقبل كل الحالات دي كلها، بالاضافه ان المستشفى فيها بعض الاقسام اللي بتقدم خدمه للمريض. وكان مثلا ما عندناش وحده غسيل كلوي الاول، اتعملت وحده غسيل كلوي، المريض كان بينزل تحت اقرب وحده ليه كانت الهرم. عندنا وحده غسيل كلوي كبار، وحده غسيل كلوي اطفال، عندنا رعايه اطفال، ودي برضو من الرعايات المتميزه في على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا حوالي 9 سراير رعايه اطفال، عندنا وحده حضانات حوالي 13 حضانه موجوده في المستشفى. دي خدمات بتقدمها للمريض اللي موجود في اكتوبر والوافد إلينا من أي مكان، سواء عن طريق الوزارة، سواء عن طريق تحويل من بعض المستشفيات. فإحنا بنحب بس نعرف أن المواطن في أكتوبر أن دي الخدمات اللي بتقدر تقدمها المستشفى وموجودة، وإن شاء الله هنتوسع في الخدمات دي. موجودة بالفعل يعني، موجودة وشغالة وقائمة وبتقدم خدمة. عدد الأسرة حضرتك اللي موجودة حاليا في المستشفى؟ عندنا حوالي 85 سرير حاليا، وبنطمع أن إحنا إن شاء الله بعد التطوير ده يبقى عندنا سراير داخلي تغطي وتحول بها الى مستشفى عام ان شاء الله، ونقدم خدمات على مستوى يليق بالمواطن المصري ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، الناس اللي بتجي لك من الفيوم من الواحات، انت بتتعامل معاها ازاي؟ بيتم الكشف عليه والمراعاه، بيجي المواطن بياخد الخدمه، ولا بتبعته لمكان تاني هو قريب؟ لا لا لا، احنا بنستقبل كل الحالات اللي بيجي لنا، حتى بعض الاخوه الوافدين سواء من السودان او سوريا او او او، كل دول من الفئات اللي موجوده وتعرضت على المستشفى، بنتعامل معاهم كمصري تماما. المريض بيجي لنا من اي محافظه بنستقبله ونعمل معاه المطلوب، ولو المطلوب ده مش موجود عندنا في المستشفى بنحاول نسهله له، لا سواء في مستشفيات جنبينا، بعلاقاتنا الشخصيه ببعض المستشفيات، بالتعامل مع والتواصل مع طوارئ الوزاره لتوفير بعض الاماكن في بعض الحالات. انا لما يجي لي مريض محتاج رعايه وانا ما عنديش رعايه، السراير الكومبليت عندي، ما بنسيبوش، لازم نتواصل مع طريق مع طوارئ الوزاره ونوفر مكان لحد ما تجي له عربيه تاخده تنقله للمكان اللي تم التنسيق فيه بين طوارئ الوزاره والمكان الجديد. حضرتك دلوقتي احنا مستعدين بنعمل عمليات بالفعل؟ أيوة، ولا قاصرين على الولاده القيصري؟ لا 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 لا، احنا ما شاء الله عندنا 3 غرف عمليات تقريبا شغاله ال 24 ساعه. تمام. بتقدم خدمات كويسه جدا للمريض وباسعار يعني رمزيه جدا، اللي هي الاسعار الحكوميه العاديه دي. تمام تمام. سواء يعني عندنا مثلا من الاقسام اللي موجوده برضه في المستشفى بتقدم خدمات معامل التحليل الطبيه، الاشعه، بنك الدم. دي من العمليات تحديدا العمليات يعني بنقدر نعمل ايه التخصصات اللي ممكن نقدر نوصل بيها في عمليه؟ عندنا الجراحات التخصصية زي مثلا حالات الولادة القيصرية، الولادات الطبيعية، عندنا جراحات في جراحات الزايدة، أنف وأذن، إذا كان في لحمية، إذا كان في لوز، يعني نقدر نقول العمليات الجراحية الخفيفة يعني. لا احنا مش نقدر نقول خفيفة، أنا نقول المتوسطة. المتوسطة يعني المتوسطة. واحنا يعني في تجهيزاتنا احنا جبنا حاجة اسمها سي ارم ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله هنبتدي نعمل عمليات عظام ما شاء الله كبيرة، وان شاء الله من الحاجات اللي هنضيفها في التخصصات بتاعتنا ان شاء الله عمليات العظام، ونتمنى نبقى نقدر نعمل قسطرة برضو، نقدر نشتغل على قسم المناظير، هنعمل وحدة مناظير جوه المستشفى كمان. الكلام ده تقريبا يعني حضرتك بما انك انت مسؤول التخطيط والتطوير، من وجهه نظرك هياخد قد ايه؟ والله احنا في الافتتاح بتاع الرعايه جالنا المهندس عبد المطلب في الحقيقه. مظبوط. وفي الحقيقه يعني اعجب قوي بالرعايه وطلبنا منه بعض الحاجات، فالراجل ما تاخرش في الحقيقه، لقيناه فورا تاني يوم بعت لنا شركه متخصصه لاعاده تخطيط وتطوير المستشفى كلها.
بما فيها قطعه الارض اللي هي كانت الماضي شريف جابها اللي جابها لنا دي حوالي 3000 متر بجوار المستشفى، وكانت طلباتنا ان هي تتعمل مستشفى طوارئ وجراحات طوارئ للحوادث اللي هي على الطرق، لان احنا جينا كم من الحوادث غير عادي. الطرق السريعه اللي احنا فيها دي في الحقيقه يعني تقريبا المستشفى لو حضرتك تتواصل ما وتشوف كم عربيات الاسعاف اللي موجوده بالحوادث اللي موجوده كتير. والله انا وقفت عندك شويه كذا كتير عربيات سريعه جداً. طرق سريعه والحوادث فيها بنسبه عاليه جدا، فاحنا يعني كان اقتراحنا ان تعمل مستشفى طوارئ للحوادث دي، وكان اقتراح برضو ان تعمل فيها مركز سموم وحروق، لان انا عندي خلفيه حوالي 3000 مصنع في المنطقه الصناعيه في اكتوبر. في الحقيقه برضو لازم نكون مستعدين لاي حاجه تحصل في المصانع دي، لان طبعا كثافه العمال فيها بتبقى عاليه. حاليا ما عندناش حروق. لا احنا بنسعى بقى ان احنا ان شاء الله نعمل اقسام متخصصه، عشان انا ما اقدرش ان انا استقبل حاله اعمل اسعافات اوليه وابتدي انزلها تحت او اتحرك بيها تحت، دي كل ده يعني بيقاس من عمر المريض نفسه. فلازم تبقى عندي التجهيزات اللي تسمح لي اتعامل مع الحاله فورا مجرد ما تجيلي. برضه دكتور، بما انك انت مدير التخطيط، مخطط ان هي المستشفى دي الطوارئ تخلص في قد ايه؟ يعني ممكن انت تكون جاهز لاستقبال مرضى؟ وبعد حضرتك الزياره الاخيره بتاع المهندس عبد المطلب، في الحقيقه حاليا في الوقت الحالي، والكلام ده يمكن ما بقالوش حوالي اسبوع، في اجتماعات مكثفه ما بين مجلس الامناء وهيئة المجتمعات العمرانية لعمل مخطط عام للمستشفى. احنا المستشفى القديمة حوالي 6000 متر، الجزء اللي جنبينا 3000 متر. التخطيط العام ان هو هيضم حوالي المستشفى القديمة للجديدة ويتعمل حاجة مستوى راقي جدا. القصة دي في حاليا في مراحل التمهيدية والإعداد. بعد ما تخلص ان شاء الله هنبتدي على طول التنفيذ. بس الحقيقة انا شايف نشاط حلو جدا من هيئة المجتمعات العمرانية بصراحة لتقديم خدمة حلوة تليق بالمواطن في أكتوبر. دكتور علاء، كنت أنت كلمتني وقلت لي إن بالنسبة للأطفال عملتوا جمعية حفلة جمعية والله هي الحفلة دي بتقيمها جمعية في محبة الرحمن الأستاذة نادية، هي متعودة عليها كل سنة في مناسبة مولد النبي، بتعملهم احتفال جميل. محبة الرحمن. الأستاذة نادية قررت الحقيقة. انا بعتبرها ام الاطفال عندنا في المستشفى. طب ايه رايك نشوف كده مع بعض بتعملهم احتفال جميل او للاطفال، واحنا كلنا كمستشفى بنقف ونشارك الاطفال في فرحتهم في اليوم ده. ايه رايك اتفضل تحت امرك نتفرج كده على بعض اللقطات كده من الحفله. اتفضل يا فندم. اتفضل. معانا ايه؟ الاستاذه ناديه والفريق بتاع الجمعيه بصراحه بيجي يسعدوا الاطفال ويسعدونا احنا كمان، يعني بيرفعوا معنوياتنا كمان، يعني مش الاطفال بس ولا الامهات يعني. ده قسم الفشل الكلوي ده ولا جسم غسيل كلوي اطفال؟ جسم غسيل كلوي. غسيل كلوي اطفال. ده اللي هي الاستاذه نادية كوراني كانت قايله بيه. بالظبط. ودكتور عمرو كمان ودكتور جمال والمهندس برضو شريف الشربيني على طول معانا في المستشفى. والمهندس شريف ده الله يبارك له حد جميل يعني قوي. بصراحه بيدينا دعم كبير قوي معنوي، واي حاجه بنطلبها هو والفريق اللي موجود معاه، مش بس هو والفريق الموجود معاه في الجهاز، الحقيقه ناس الحقيقه على طول معانا، يعني اي حاجه بنطلبها بالتليفون فورا بيتم التحقيق على طول والتلبيه ليها على طول. احنا يعني انا بالنيابه عنك وبالنيابه عن اكتوبر كلها عايز اوجه شكر خاص جدا للمهندس شريف الشربيني والساده النواب بتوعه والدكتور عمرو طبعا جمال مدير المستشفى، السيد الدكتور محمد منصور وكيل وزاره الصحه الجديده، من الشخصيات الجميله بصراحه، والاستاذ نادية كوراني طبعا رئيس جمعيه محبه الرحمن بشخصها، وجمعيه محبه الرحمن فعلا اللي هي بتشرف على الموضوع ده،
استاذ محمود برعي برضو انا بحب محمود برعي بعتبره يعني الدينامو بتاع المستشفى يعني الدينامو ده دينامو المستشفى بصراحه وبصراحه عمل لنا يعني كم من النشاط والحيويه داخل المستشفى في كل الاتجاهات، كل شيء بنطلبه بصراحه فورا بيلبيه المستشفى. جمعيه المستثمرين برضو وجمعيه المستثمرين رجال الاعمال طبعا واصحاب المصانع في الحقيقه برضو مش سايبين المستشفى. انا بقول المواطن ما تقلقش، انت وراك ناس كتير قوي بتهتم بيك وبتحبك وبتحاول تقدم لك احسن خدمه، وادي نموذج احنا بنقدمه اللي هو بتاع الرعايه المركزه دي، ودي احنا بنعتبرها بدايه حلوه ان احنا نقدم حاجه جميله للمواطن البسيط الغلبان دوا اللي محتاج حاجه ترفع معنوياته، محتاج حد يستقبله كويس يقدم له خدمه كويسه. وانا كمسؤول علاقات عامه في المستشفى بنقول لكل المرضى يا جماعه اهلا بيكم في المستشفى، اللي محتاج اي حاجه عنده اي مشكله يتواصل مع اداره العلاقات العامه في المستشفى وهي كفيله ان شاء الله باذن الله تأدي له الخدمه. هنحرك هتقول تليفونك بس كده هنحطه ونقوله للمشاهدين، اي حد عنده اي حاجه في المستشفى، اي حد عنده اي تواصل مع حضرتك، اي استفسار يجي لي في اداره عندنا في المستشفى اداره العلاقات العامه تيجي يشرفنا ويجي يقابلني انا شخصيا يجي يشرفني انا شخصيا وانا اقوم بكل ما يمكن فعله سواء جوه المستشفى او بره المستشفى. يعني اي حد في اكتوبر، اي حد يروح مستشفى اكتوبر يلاقي اي تاثير اي شيء يجي لي الاداره، يتصل بالدكتور علاء العناني في المستشفى، هو مدير العلاقات العامه ومسؤول التطوير والتخطيط في المستشفى. اي حد يحس باي تاثير من اي موظف من اي عامل، اي حد ليه اي شكوى يعني احنا كافلين ان شاء الله باذن الله نحلها له. احنا بس بنحتاج من المواطن ان هو يطلب الخدمه اللي هو بيطلبها بهدوء وما فيش استعجال. احنا عارفين طبعا ان المريض بيجي بيبقى تعبان سواء في حادثه او مريض، عارفين الظروف دي وبنحاول نحتوي بعض الغضب من الناس، بنحاول نهدي الدنيا شويه معاهم برضو هم كمان يقدروا ان في مرضى تانية موجودين في المستشفى بيبقوا محتاجين شويه هدوء، محتاجين ان هم برضو ياخدوا الخدمه بتاعتهم بدون ازعاج وبدون دوشه. احنا بنرحب باي مريض ونحط على دماغنا ده واجبنا وده شغلنا. دكتور علاء الاقسام انت قلت لي ان انت عندك قسم الحريق هو اللي ناقص. سموم وحروق سموم احنا نتمنى ان يبقى حاجة جميلة. قسم السموم والحروق دي من الأقسام اللي هي قليلة جدا على مستوى الجمهورية وبتبقى موجودة في المستشفيات الجامعية. احنا نتمنى ان يبقى عندنا حاجة زي كده لان احنا فعلا بنتعرض في المصانع لحاجة زي كده. بيحصل لا قدر الله في بعض الحروق في المصانع، لازم نستقبل حالات دي ولازم نقدم لها الخدمة السريعة لان روح الانسان دي بتبقى لحظات، فلازم عندنا الاستعداد الكافي. فاحنا عندنا طموح غير عادي في ان احنا نضيف مش حروق وسموم، لا ده احنا عايزين نضيف كمان تخصصات كتيره جوه المستشفى في العيادات الخارجيه عشان تقدم خدمه يعني مش عايز اقول لك يعني تضاهي المستشفيات الخاصه. انت كمان في مركز علاج طبيعي عندك؟ عندنا مركز علاج طبيعي وحده اسنان موجوده. طب بالنسبه لموضوع الحروق وبالنسبه لموضوع السموم، هل ده بيحتاج اجهزه معينه هي ناقصه بالفعل في المستشفى؟ بص لحضرتك حاجه، لما بنقول يا رب ان شاء الله دي امنياتنا واحنا بنفاجئ ان الدنيا كلها بتمشي. يعني احنا عندنا طموح كبير قوي، عندنا طموح كبير قوي للمريض. نقص في دكاتره تخصصات يعني تخصص دكاتره؟ لا 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 ولا بالعكس، ولا نقص في اجهزه معينه لا 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 لازم تكون موجوده؟ لا 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 بص حضرتك القصه كلها اننا اطباء ما شاء الله بنطلب من مدير الصحه بتوفر، عندنا وحده جلديه عاليه قوي في المستشفى، عندنا كميه اطباء جلديه بيقدروا يقوموا بالدور ده كويس جدا. تمام واخد بال حضرتك؟ التكيسات اللي احنا بنحتاجها رجال اعمال بييجوا يعرضوا يا جماعه انتوا محتاجين ايه؟ انتوا اللي انتوا محتاجين عشان يبقى عندنا التخصصات دي تكون موجوده، ايه اللي ناقصنا؟ اولا التخطيط، اولا وحده التخطيط دي اللي هي بتحدد اماكن الاقسام دي فين. احنا برضه انت عارف ان المستشفى دي اساسها كانت وحده صحيه.
واللي احنا بنعمله ده برضو حاجه اوفر قوي بالنسبه ان هي تستوعب كل التخصصات الموجوده. وحده صحيه المستشفى بالظبط. فعندنا امل في التخطيط الجديد والارض اللي هي ممنوحه للمستشفى من هيئه المجتمعات العمرانيه 3000 يعني متر دي. نقص عيادات. هي اماكن وتخطيط يعني بس. نقص عيادات. بالظبط. نقص اماكن عيادات بس. بالظبط. لكن ان شاء الله مجرد ما توفر المكان. ان شاء الله الجزء الكبير ده لما تبني هيوفر الموضوع. ان شاء الله. وهنضيف ان شاء الله تخصصات المواطن في اكتوبر هيحس ان هو رايح مستشفى خاصه مش مستشفى حكومي خالص. عندنا يعني طموحات كبيره قوي وربنا ان شاء الله بيساعدنا فيها يعني. يا رب يا رب ان شاء الله. نتمنى نشوف يا رب ان شاء الله عظيمه كبيره. ادينا بنحلم مع بعض وادينا يعني ابتدينا الاحلام بخطوه حلوه اهي. طيب دكتور هناء، بما ان احنا يعني على ابواب وربنا يسترها على ابواب الموجه الثانيه من كورونا، عايز اسمع ايه اللي تقول للناس، ايه اللي الناس تعمله، ايه اللي تاخد بالها كويس قوي منه الايام دي بالذات عشان نتلاشى الموضوع. انا عايز اقول ما شاء الله المجتمع المصري يمكن الموجه اللي فاتت دي استفاد منها كتير وتعلم كتير قوي منها. فانا يعني رايي الشخصي ان المواطن المصري بقى عنده وعي عالي قوي، ويمكن ده خلانا عدينا من الموجه اللي فاتت وكان نسبه الوفيات ونسبه الاصابات مش عاليه زي الدول الاخرى. الخبره اللي خدناها سواء من الاستاف الطبي او المواطن نفسه دي هتؤهله انه يعدي الموجه الجايه ان شاء الله بسلام. هي اهم حاجه ان الواحد يحافظ على نفسه بالواقيات الشخصيه، النظافه الشخصيه، البعد عن التجمعات على قد ما يقدر، واخد بال حضرتك، المحاوله ان هو يبعد عن الاماكن اللي فيها تكدس كبير. يعني ما اجيش انا في اماكن فيها تكدس، لازم اخد واقياتي الشخصيه، الكمامه دي اساسيه جدا، دايما غسيل ايدي على طول بالميه والصابون حاجه بسيطه جدا، وان شاء الله هنعديها. احنا مصر حلوه وجميله والمواطن المصري جميل وربنا ستره وحفظه يعني، فاحنا مش قلقانين يعني. دكتور علاء، في مصر احنا وصلنا يعني في مصر وصلنا لعلاجات في كورونا، لحاله كورونا تغصب علاج لكورونا ولا لسه المرحله دي ما وصلناش؟ هي كل العلاجات اللي موجوده اللي مطروحه سواء من بره او من جوه كلها حاجات تجريبيه، ما زلنا في كلها في حاجات تجريبيه. في بعض الحاجات فيها نجحت وبعض الحاجات ما زالت في طور التجارب. كعلاج حضرتك ولا كرفع مناعه للجسم؟ يعني هل احنا بنعالج برفع المناعه برضو زي ما كل ورفع المناعه ده اساسي، ولا في علاج النهارده علاج مباشر عقار مباشر لكورونا؟ رفع المناعه ده شيء اساسي لاي مريض، مش كورونا بس يعني دي شيء طبيعي. لكن في بعض العلاجات ظهرت بعض الدول الاوروبيه، ودي اللي اعتقد وزاره الصحه ابتدت يعني تتواصل مع بعض شركات الادويه لاحضار العلاجات دي هنا للمواطن المصري. وبرضه احنا من كل ده في طور ما زالت التجارب، لان اي فيروس بيظهر مش اقل من سنتين عقبال ما نقول اوكي كده خلاص ولقينا علاج ليه مباشر. دي كلها مراحل تجريبيه، لان تمام. في علاجات نجحت في بعض الناس وفي علاجات ما نجحتش. نجحت في بعض الناس، نجحت كعلاج يعني منها مثلا انا الحالات اللي تم اصابتها قبل كده انا باخد منها الاجسام المضاده اللي موجوده في الجسم واحقنها المريض، واخد بال حضرتك. هل حضرتك فعلا موضوع الحقن اللي هو بتاع جاب نتائج في بعض جاب نتائج في بعض الناس ونجح في بعض الناس. فاحنا برضو ما زلنا في طور التجارب لسه لحد ما نرسي على سيستم معين، خريطة علاجية للمريض وان شاء الله هتعدي. احنا هنعدي، احنا متفائلين دايما ومحمين بربنا. النجاح في الشفاء عندنا من المرحلة الاولى، يعني المريض جالك في بداية كورونا هو لسه نسبة الشفاء بتودي. احنا بنقول ان اي اعراض تظهر على المريض، اي اعراض ولو بسيطه، ان شاء الله احتقان في الزور، احنا بنعتبر الحاله دي كورونا لحد ما تيجي ونعمل فحوصات ونستبعدها. دي برد عادي، انفلونزا، ولا حالات كورونا. هو مجرد ما يجي، لمجرد ما بيشتكي الاعراض. بقى الحالات، في حالات جديده بتتطور، ولا احنا بنقدر النهارده بالعقارات اللي موجوده عندنا دي
بنقدر نقضي على الموضوع طالما احنا لسه في مرحله المرض الاولى. بالظبط، هي الفكره رد الفعل على المريض، هو اهتم وجيب بسرعه المستشفى، هو جاب الفعل المستشفى، جه مجرد ما جه انا بحدده في المراحل الاولى بيتم السيطره على الحاله على طول، بيتم السيطره على طول. يعني العقار الموجود دلوقتي او نسبه او مجموعه العقارات اللي موجوده دلوقتي بالظبط، في منها ادويه بنقدر في مراحل المرض الاولى نسيطر بالظبط على المرض بالظبط بالظبط، مع الوعي طبعا والارشادات اللي بتتقال له من الطبيب اللي موجود في عياده الفرز اللي موجوده، مع ان هو برضو يعني اذا كان فرد من جوه الاسره فهو خايف على الاسره وخايف على اولاده. لا الحمد لله احنا من اقل الاصابات على مستوى العالم واقل حالات الوفيات على مستوى العالم كان في مصر. تمام. هو حضرتك انا بقول ايه؟ بقول ان هو يعني مثلا جه في مرحله المرض الاولى واحنا عندنا مجموعه عقارات بنعالج بيها، الحاله بتتدهور ولا نسبه قليله منها بتتدهور، ولا احنا بنقدر بالعقارات دي نقضي على المرض؟ بص حضرتك ده مرتبط بمجموعه حاجات، مناعه المريض اللي جاي بيها عامله ازاي، سنه قد ايه، هل في امراض مزمنه في جسمه ولا لا، هل مريض سكر مريض كلى، الحاجات دي هي اللي بتحدد سرعه تدهور الحاله او سرعه شفائها. تمام. لما بتجيلي حاله مناعتها اساسا ضعيفه وهو عنده امراض مزمنه واخد بال حضرتك وسنه كبير، بتبقى حالات يعني فيها نسبه تدهور، فيها نسبه تدهور، لكن ما بنستبعدش ان في حالات ما شاء الله بتتحسن على طول مجرد ما تتم بالعقارات اللي موجوده والمتابعه والتحاليل وفحوصات وعمل مسحه للتشخيص كمان وعمل تحليل صوره دم واشعه سواء اشعه عاديه او اشعه مقطعيه، بنقدر نحدد مستوى الحاله ايه والتعامل معاه ازاي. العقارات والادويه دي موجوده عندنا اوريدي، موجوده في قلب المستشفى، موجوده ومجانا وبيجي يفرزها بيجي يصرفها المريض وبياخدها بدون اي مقابل. حضرتك متوفره فعلا، متوفره في اي وقت بحيث لو جاء اي مريض للمستشفى يكون موجوده، ولا بنكتب له على روجيتا هو يصرفها من بره؟ لا يا فندم، احنا في 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 ظل الازمه اللي فاتت دي وفي الذروه بتاعتها كانت العلاج متوفر تماما. مديريه الصحه في الجيزه في الحقيقه ما كانتش مقصره معانا، بالعكس العلاجات موجوده والمريض بيجي وياخد العلاج بتاعه ويمشي ويجي يتابع تاني، ولو في اي شكوى بيجي يتابع تاني. لا مفيش مشاكل عندنا في القصه دي خالص الحمد لله، مفيش خالص، بالعكس احنا في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها في فتره حجر صحي في المستشفى كانت بتقدم للمريض خدمات، يعني احنا بنقول ايه، بنحاول يعني نخفف عنه، ميه معدنيه موجوده، عصاير موجوده، حاجات دافيه وسخونه موجوده، كل الحاجات دي بنوفرها للمريض. يعني حتى المرطبات والعلاج كل ده لازم انا مش موجوده في المستشفى بالظبط. هو بيصرفها مش بيشتريها حتى المريض نفسه، حتى يمكن في بعض الساده زملاء الصحفيين جم عملوا لقاءات بعض المرضى في الحجر الصحي ويمكن سمعوا الكلام ده من المرضى نفسهم وشافوا الخدمات اللي بتقدم ليهم ايه. انا عرفت برضه ان في بعض العذاب يعني في بعض الاحزاب والمؤسسات المدنيه كانت احنا محظوظين في اكتوبر بالناس دي في الحقيقه. الناس دي في الحقيقه يعني يعني انا بحس ان هم يعني بيقولوا المريض ده انت اخونا، انت ابننا، انت امنا، انت ابونا. في الحقيقه الناس دي ما بتاثرش، يعني انا افاجئ ان بعض الساده اللي هي المتبرعين او جايب عربيه ميه معدنيه، جايب مش عارف عربيه عصاير، جايب اللي يقول لك للمرضى، حاجه جميله يعني، تلاحم جميل قوي 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 بين الناس بين المجتمع المدني والمريض اللي جوه المستشفى. الناس حست بالازمه اللي كانت موجوده عشان كده ربنا نجانا منها وعدها على خير. معلش يعني. عشان بس بسرعه شويه عشان دي الوقت، في اقاويل بتقال المفروض ان مريض كورونا اللي هو تم شفائه، يعني هو بيقول ان بتيجي مره واحده لو تم شفائه خلاص، هل في اقاويل بتتقال الايام دي ممكن تيجي مره واثنين، هل الكلام ده صح؟ والله برضو في بعض الحالات قيل ان هي رجع تاني المريض تاني، بس دي حالات نادره وقليله قوي. رجع بعدوى ولا رجع ان المرض جدد نفسه في جسمه؟ ممكن يكون ما كانش تم الشفاء كامل ليه. تمام. وحصل زي كبون للفيروس اللي موجود وابتدى يعود نشاطه تاني. ودي كل دي مراحل تجارب لسه.
يعني احنا برضو ما زلنا في مراحل تجارب، وما زلنا بنقول ان برضو اللي احنا بنقدمه هو مش علاج مباشر للفيروس نفسه، لسه القصه دي. دكتور علاء بنشكر سعادتك. الله يخليك جدا. حبيبي الله يخليك. وسعيدين بلقائك قوي. احنا اسعد يعني، احنا اسعد. استفدنا من حضرتك كتير، ونتمنى افدنا الناس. ويا جماعه بنقول اللي عنده اي مشكله في مستشفى 6 اكتوبر المركزي، الدكتور علاء العناني موجود، هو مدير نائب مدير المستشفى ومدير العلاقات العامه ومدير قسم التطوير بالمستشفى. فهي حد عنده اي حاجه بيسال من على الباب رجال الامن، الدكتور علاء العناني فين؟ هيقابل الدكتور علاء لو في اي مشكله ان شاء الله الدكتور علاء هيخلصها له. بنوعد ان شاء الله بهذا. وسعيدين بلقائك يا دكتور. الله يخليك. احنا اسعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع القادم مع مصر الان.